شهدت مدينة حيفا في 21 من نيسان العام 1948 واحدة من أشد عمليات التهجير القصري في العصر الحديث تحت غطاء كامل من قوات الانتداب البريطانية. ففي الوقت الذي كان من المخطط أن تنسحب القوات البريطانية من حيفا في 15 من أيار العام 48، بدأت بإخلاء مفاجئ لقواتها عن نقاط التماس بين الأحياء العربية واليهودية صباح 21 من نيسان. كانت العصابات الصهيونية على علم مسبق بالانسحاب البريطاني، فشن لواء كرملي بقوته التي يبلغ تعدادها 3000 مقاتل هجوماً مباغتاً على المدينة من 3 جهات تحت اسم عملية المقص. امتلك لواء كرملي، وهو واحد من الألوية 7 لسلاح الميدان التابع للهجنة، عربات مصفحة ومدافع هاون من عيار إنشين وثلاثة إنشات وبنادق وقنابل يدوية بكميات كبيرة. لم يكن هناك تواجد لقوات من جيش الإنقاذ في حيفا، وإنما مواطنون متطوعون فقط لا يتجاوز عددهم 450 شخصاً مسلحين ببنادق معظمها من مخلفات الحرب العالمية الأولى، ويعانون نقصاً كبيراً في الذخيرة. واجهت العصابات الصهيونية مقاومة شديدة ومعارك قاسية في 3 مواقع رئيسية: بيت عائلة خوري وشارع اللمبي وبيت النجادة في الحليصة. قتل المئات تحت القصف العشوائي للمنازل، مما أثار رعب 75,000 فلسطيني كانوا محاصرين في أحياء تقدر مساحتها بكيلومتر مربع ونصف. استخدمت العصابات الصهيونية في قصفها قذائف محلية تزن 60 رطلاً وبراميل متفجرة مليئة بالنفط، كما استخدمت البث الإذاعي باللغة العربية ومكبرات الصوت المحمولة على الشاحنات لحث الجميع على إجلاء المدينة فوراً. قصفت العصابات ساحة السوق القديمة بمدافع الهاون من عيار 3 إنشات لمنع الفلسطينيين من الاحتماء فيه، فهرب الجميع نحو الميناء وصعدوا القوارب التي سرعان ما امتلأت وانقلب كثير منها وغرق ركابها في البحر. لقد كانت الأوامر: اقتلوا أي عربي تصادفونه واحرقوا كل شيء قابلاً للاحتراق. سقطت حيفا بيد العصابات، لكنها لم تسقط من قلوب سكانها اللاجئين والمحبين، وشعارهم الخالد: عائدون إلى حيفا.